أهداف الستة المسجلة، هدف أول عن طريق شتال في الدقيقة 16 لصالح فريق دفاع تجنانت بهذه الكيفية، ثم معادلة النتيجة دقيقة 20 بواسطة سامر بعد تنفيذ هذه الكرة الثابتة تسديدة دقيقة، ثم الهدف الثاني من جانب فريق دفاع تجنانت في الدقيقة 41 أربع دقائق قبل نهاية المرحلة الأولى بواسطة شيبان الذي يتمكن من تسجيل الهدف الثاني بعد هذه اللقطة. في المرحلة الثانية مجني يعادل النتيجة عن طريق ضربة جزاء، ثم الدقيقة 65 يتمكن محمد أمين عودية من طبعا الهدف الخامس، بينما الهدف الثالث، بينما هذا الهدف الرابع عن طريق بالعميري من